صباح الخير. احنا هنا في وادي النطرون، دي مزرعة 4 فدادين، بينها وبين المدينة حوالي 5 كيلو، وبينها وبين دير البراموس حوالي 2 كيلو. المزرعة عقد ملك خالص التمن، المباني دي تبعها وفيها عنبر. احنا هنا في اخر الارض، فيها مباني واستراحات للعمال ومخازن، وفيها عنبر بمخازن بحوش. الارض زرع جوافة ومانجا وزيتون. فيها 2 بير، فيها الكهرباء وقريبة جدا من المدينة. ارض مكانها حلوة قوي وامكانياتها حلوة قوي، بس صاحبها هجرها بقاله فترة، فطبعا زي ما احنا شايفين شوية العفش والحاجات اللي في الارض دي نظافتها سهلة، الارض تتغير خالص، الارض بتتروى. ده شجر المانجا، في طرح، الارض بتتروى. الحاجة الوحيدة الكويسة اللي هي الرواية بتاعتها، لكن الارض محتاجة النظافة ومحتاجة شوية تنظيم. الناس اللي جنبنا زرعين زراعات حلوة قوي، زرعين بامية ومانجا برضو. شجر المانجا، ده الزيتون. هنا في اخر الارض، بص الجار بقى اللي موالي وقاعد، مش هاجر الارض زي دي، الزرع بتاعه حاجة بسم الله ما شاء الله. شجر مانجا، دي الارض دي تبقى كده بالظبط بعد ما ننضف العفش اللي فيها من الاهمال. الارض تنضف تاني وترجع حاجة محترمة. الارض فيها استراحة معمولة قباب، دي بتبقى دفى في الشتاء وبتبقى زي التكييف في الصيف. هنا في الارض رايحين على الاستراحة، رايحين على اول الارض، عايزة عناية ونظافة. الشجر بتاعها حالته كويسة لكن محتاجة رعاية ونظافة. بصوا الجار الزراعة بتاعته عاملة ازاي، دي بامية وده شجر مانجا، حاجة محترمة. نرجع تاني للأرض بتاعتنا، 4 فدادين، عقد ملك خالص التمن، قريبة جدا من المدينة، جنبها كل الخدمات، ودير البرموس على بعد 2 كيلو. الأرض دي الاستراحة، سواء زيتون وجوافة ومانجا، ودي المشاية ومدخل الأرض. هنا الجار بيبني سور للأرض بتاعته، ودي الأرض بتاعتنا، 4 فدادين فيهم 2 بير وعنبر كبير ومباني استراحات على مخازن وغرف للأبيار، وفيها الكهرباء بتاعتها
مطلوب فيها 1.5 مليون الاربع فدادين، اربع فدادين 1.5 مليون. السلام عليكم.